يا اهلا بيكم لكم تكنولوجيا. وامبارح اتكلمنا عن الايفونات الجديده، خمسه فيتشرز موجوده كده غريبه، منها ساتلايت كوميونيكيشنز، حاجه روشه جدا. هنعمل فيديو تاني نتكلم فيه بالتفصيل اكتر عن الايفونات، ولكن النهارده احنا جايين نتكلم على الثلاثه ابل واتشز الجداد والايربودز برو جدا. يلا بينا. لحظة عشان اتكلم معاكم عن واحد من اقوى الفي بي انز اللي استخدمتها مؤخرا. نورد في ان هو من اقوى الفي بي انز الموجودة في العالم، اكثرها انتشارا في السيرفرز واكثرها انتشارا في الباندويث. هم عندهم سرعات الفي بي ان ممكن توصل حتى 6.2 جيجا بتس في الثانية. الفي بي ان بالنسبة لي هو استخدامي، اول استخدام في الحاجات اللي انا عايز اطمن عليها ان محدش يسرق. مسافر في دولة ما وبحول فلوس لحد وبدخل من واي فاي مفتوح، انت عارف يعني ايه اوبن واي فاي في مكان؟ دي مصيبة. والحاجة التانية بالنسبة لي مسلسل مش مفتوح انك تتفرج عليه في مصر، كيف تعمل في كيان على امريكا تتفرج على مسلسل زي الباشا، تقفل البرنامج وتدخل تنام. طب بجرب تدخل على الاب ستور لو انت عندك ماك او الويندوز ستور، انت بتستخدم ويندوز وتعمل سيرش على نورد في بي ان، هتلاقي اوريدي موجود وانا عامله انستول. هتفتحه بيوريك اللوكيشنز، والميزات الجامده جدا اللي انا لاحظتها وفعلا ما انصح اي حد ان يعملها، انك لو عندك كروم تدخل على كروم ويب ستور، الباشوات عاملين اكستنشن جوه كروم ستور، تدخل عليه وتقول له اد كروم، تقول له اد اكستنشن، بجد جامد قوي. تدوس عليه بعد كده بتعمل لوج ان بالاكونت بتاعك واوتوماتيكلي بتبقى فاتح في بي ان. استخدم برومو كود لوندي وانت بتحمل نورد في بي ان من nordvpn.com/لوندي. وخلينا بقى نرجع للفيديو. ابل اعلنت على 3 ابل واتشز جديد، الابل واتش سيريز 8 اللي هي الطبيعيه، السيريز 8 اس اي النسخه الارخص شويه، والسيريز 8 الترا. ودي حاجه اللي احنا اول مره نشوفها، والتسميه دي اول مره نشوفها اصلا من ابل في مجال الساعات. نبدأ كلام عن السيريز 8. السيريز 8 كتصميم ما اختلفتش تقريبا عن السيريز 7 في أي حاجة، نفس الشاشة اللي بتوصل للحواف الكيرفي شكلها جذاب وجميل، ولكن اللي اختلف هنا هو طبقة حماية زيادة تخلي الساعة كراك ريزيستنت، ما بتتكسرش بسهولة. ودي عامة كانت إحدى المشاكل بسبب فعلا إن الإزاز وصل للحواف قوي في السيفن، كذا حد ريفيوز على يوتيوب ودروب تست وكده الساعات كانت بتتكسر بسهولة. الكراك ريزيستنت إزاز الجديدة هيساعد الشاشه ان هي فعلا ما تتكسرش. بس عامل زي واتر ريزيستنت ضد الميه، داست ريزيستنت ضد الاتربه، ولكن الاهم ان هيبقى فيها سنسورز جديده. اول سنسور واروش سنسور هو التمبرتشر، قياس درجه حراره الجسم. انا مقتنع ان عمرها ما تقدر تبدل الترمومتر، ولكن لو انت مسافر مثلا في حته وحسيت انك سخن شويه ولا مهمت شويه، مش محتاج تروح تدور على ترمومتر ولا تروح صيدليه ولا، انت هتدوس على زرار في الساعه وانت قاعد هادي هتقيس لك درجه الحراره، ولو انت 38 يبقى اكيد في مشكله او انت حاسس في مشكله. دي بصراحه حاجه جامده وروشه جدا، ولكن الحاجه اللي ابل مركزه عليها وكانت بتادفيرتايز فيتشر التمبرتشر سنسور ان هي هتساعد في كده، هي ميزه هتساعد السيدات في قياس فتره الخصوبه بتاعتها. اللي تطور برده في السنسورز هم اتنين، الجيروسكوب والاكسلرومتر. الاكسلرومتر اللي دلوقتي بيقدر يقيس لحد قدره 265 جي فورس، ده رقم كبير قوي. يعني انت لو سايق على 100 كيلومتر وبقيت زيرو في لحظه، الجي فورس بتاعتك هتكون اقل من الرقم ده. وعلى ذكر كنت سايق على 100 وقفت في لحظه، الابل واتش بقى فيها كراش ديتكشن، لو انت عملت حادثه الابل واتش هتقدر تديتكت الموضوع. ومش بس هتديتكت الموضوع ده، هي هتديتكت انت اتخبطت من ورا ولا من قدام ولا من جنب او بعد الشر، يعني عربيتك اتقلبت، كل الحاجات دي تقدر تديتكت من الابل واتش. ومش بس كده، بعد ما الموضوع ده يحصل الابل واتش هتبعت اوتوماتيك رساله للامرجنسي كونتاكتس بتوعك، هتقول لهم انك عملت حادثه من النوع الفلاني، اتخبطت ازاي واللوكيشن بتاعك، وروحوا الحقوا الشخص ده. يعني بصراحه ابل بتقول لك ان هي عملت الاختبارات دي على 100 مليون ساعه من استخدام الابل واتش على يوزرز مختلفه، وافقوا ان هم يدخلوا جوه التستنج فيز بتاعتها، وعلى كلامهم الاكيوريسي بتاعت الكراش ديتكشن شبه 100% ما بتغلطش. بطاريه الابل واتش ما زالت سيئه جدا، 18 ساعه وبيسموها فول داي. بصراحه انا لابس الساعه دي وهي فاصله شحن، يعني من كتر ما هي خلاص يعني ما بقتش، يعني بقيت البسها ديكور ساعات. ولكن الجديد بقى فيه لو باور مود بيخلي الساعه تقدر تقعد لحد 36 ساعه بس بتخسر بعض الفيتشرز. دي حاجه مهمه الصراحه، عشان كان زمان يا اما الساعه شغاله يا اما الساعه مش شغاله، فكره اللو باور مود دي حاجه في النص هتمشي الدنيا شويه. الابل واتش سعرها بيبدا من 400 دولار زي السنه اللي فاتت بالظبط. ودلوقتي ندخل في النسخه الارخص، الابل واتش سيريز 8 اس اي اللي بتبدا ب 250 دولار، يعني حوالي 5000 جنيه فقط. الاس اي فيها فيتشر جديده بتاعت كراش ديتكشن، دي حاجه كويسه، ولكن ما فيهاش التمبرتشر سنسور والديزاين بتاعها قديم وبس كده، احنا خلصنا. دي الاسم. ودلوقتي بقى جه الوقت اللي احنا نتكلم عن الابل واتش سيريز 8 الالترا الجامد الفظيعه اللي مش واقعيه.
عارفين مضحك في الموضوع ايه؟ ان سامسونج من شهر اعلنت عن الجالكسي واتش 5، ودي كانت حاجه قويه جدا، واول مره في تاريخهم يعلنوا عن الجالكسي واتش 5 الترا، ونفس الالترا برضو. فابل واتش بعدها بشهر بتنزل الابل واتش الالترا. يعني الابل واتش الالترا هي الترا في كل حاجه. مبدئيا البطاريه، احنا بنتكلم هنا البطاريه مش لو باور مود 36 ساعه، لا هي البطاريه العادي بتاعها 36 ساعه، وبسوفت وير ابديت هيجي لها خلال كام شهر البطاريه بتاعتها هتوصل لحد 60 ساعه. يعني احنا بنتكلم تقريبا على 3 ايام لحاجه بسيطه، ده من غير لو باور مود حضرتك. السماعه فيها 3 مايكروفونز للنويز كانسليشن، وانك تقدر تتكلم كده وانت سامع كل حاجه. وعلى ذكر السماعه، بقى في سماعتين كبار، مش سماعه خط صغيره كده في الجنب، لا لا هم سماعتين جامدين قوي. والسماعتين دول من ضمن الفيتشرز بتاعهم ان هم ممكن يشتغلوا سرينا. دي قوه السماعه اللي انت تتوقعها. يعني قبل اقول لك بس الفيتشرز، محتاج اقول لك السعر هي ب 800 دولار، يعني حوالي 16000 جنيه، ولو دخلت مصر هتكون ب 22-23000 جنيه. بس في النص كده. وهي دي ساعه مش بالمجوهرات ولا بالذهب ولا اي حاجه، لا دي ساعه تيتانيوم قويه ما بتتكسرش وكل حاجه بقى، بس هي ما فيش فيها اي حاجات تريمه. يعني الساعه الشاشه بتاعتها فلات، والشاشه بتاعتها ما بتتكسرش. يعني انت عشان تكسر شاشه زي كده انت هتحتاج اجهزه مخصوصه لتكسير الحاجات، مش هينفع تكسرها بخبطه، مش هينفع تكسرها برزعه، مش هينفع تكسرها بوقعه محترمه ولا بحادثه عربيه، انت محتاج تكسرها يعني بحاجه اكستريم، بتقع من فوق جبل مثلا عليها، حتى كمان ما اعتقدش ممكن تتكسر بحاجه زي كده. الساعه دي بقى فيها جي بي اس اقوى من الجي بي اس الموجود في معظم موبايلاتنا، اقوى من الجي بي اس موجود في الايفون بكتير. جي بي اس هيجيبك من تحت الارض، يعني هو ده حرفيا، فهيجيبك من تحت الارض، هي القطعه. الساعه بقى فيها زرار اكشن باتون مخصوص، لان معظم الاوقات لو انت تحت الميه، وهنتكلم على الموضوع ده كمان لحظه، او مثلا لابس جوانتي في جو ساقع او بتجري، موضوع التاتش بتاع الساعه ده مش عامل انك تقعد وانت بتجري تقعد تدوس على كده، فعملوا اكشن باتون تقدر انت تفتح بيه الرياضه المفضله بالنسبه لك او السبورت او ايا كان اللي انت عايز تعمله، بتدوس عليه خلص على طول بتروح اللي انت عايزه. والحاجه الاقوى والاجمد، ودي حاجه هتكلم عليها لمده لحظه، هي السكوبا دايفنج. في شركه اسمها اوشانيك بلس، الشركه دي مخصوصه اللي هي بتعمل حاجه تسمى بالدايفنج كمبيوترز. لو انت شخص تنزل دايفنج، انت محتاج تعرف شويه حاجات، انت محتاج تعرف انت نزلت كام متر تحت الميه، ضغط الميه عامل ازاي، انت محتاج تهدي ولا تسرع، عشان انت في الاخر طبل ودانك ممكن تفرقع من ضغط الميه، فانت محتاج تعادل وتدوس على مناخيرك. كل الحاجات دي معروفه لاي حد بيعمل دايفنج. وشارك بلس دول عندهم دايفنج كمبيوترز بتتباع لوحدها من 500 ل 800 و1000 و2000 دولار. كمبيوترز بتقيس كل الحاجات دي، بتعلق في جسم الدايفر ويقدر يبص عليها في اي وقت ويعرف كل التفاصيل دي. طيب يا جماعه، هي الكاميرا اللي على مين فصلت وكل البطاريه فاصله شحن، فاحنا هنكمل الفيديو بكاميرا واحده. فابل عملت شراكه مع اوشانيك بلس، وانت لو اشتريت الابل واتش الالترا انت دلوقتي هتقدر تاخد السيرفيس دي شبه مجانا. والفكره ان الابل واتش الالترا دي بتقدر تنزل تحت المايه لامطار مش طبيعيه، 30 متر 60 متر، انزل يا باشا براحتك، اقعد الوقت اللي انت عايزه، مفيش اللي هي ساعه لمده 30 دقيقه تحت المايه. هي الساعه دي مش واتر بروف ولا واتر ريزيستنت، الساعه دي تخطت الارقام دي بشويه حلوين. وعلى ذكر الارقام برضو، سطوع الشاشه بتاعت الساعه دي توصل ل 2000 نتس. رقم عينك هتوجعك وانت بصيت للساعه اصلا. يعني الساعه سعرها 800 دولار زي ما قلنا، والبري اوردر بتاعها اتفتح النهارده، واستلامها بيكون سبتمبر 23. ودلوقتي الوقت اللي احنا نتكلم عن الايربودز برو 2. ابل تقريبا حلت كل مشاكل كانت موجوده في الايربودز برو 1، اللي هي اصلا من وجهه نظري ما كانتش مشاكل قوي، يعني النويز كانسليشن كان جميل. دلوقتي النويز كانسليشن بقى ضعف ضعف قوه النويز كانسليشن. الكيس بقى فيها سماعه، عشان لما تضيع الكيس تقدر تلاقيها عن طريق السماعه، وفي نفس الوقت ال H2 تشيب بتاعتها تقدر تلاقيها بالفايند ماي، انك تروح تدور عليها كانها اير تاج عادي جدا. التشيب دي برضه هتساعد في السبيشال اوديو، الصوت ان هو يكون بيحوم حواليك. بطاريه الايربودز برو 2 بقت توصل لحد 6 ساعات استخدام، وده رقم يعني على كلام ابل بيقول 45% زياده. انا مش مقتنع ان هو 6 ساعات، انا مقتنع ان هو اشبه ب4 ل3 ساعات استخدام، وده رقم كويس، لان الايربودز برو بالنسبه لي كانت عباره عن ساعه ونص مكالمه متواصل او ساعه ونص مزيكا على اعلى صوت بس، بعد كده تلاقي بقى البطاريه بدات تهبل شويه معاك. فلو 6 ساعات استخدام يعني متوقع 3 ساعات مزيكا او 3 ساعات لحاجات، ده ممكن رقم تحفه. يعني الايربودز 1 دايما فيها حته كده تقدر انت بتضغط عليها فتقلب مزيكا او دبل تاب، ف توقف تعدل تاخد اللي قبليها اللي بعديها الحاجات دي. دلوقتي الموضوع الفلاشر ده بقى فوق وتحت كمان، انت ممكن تعمل سوايب فوق فتعلي الصوت فتعلي وقت الصوت، حاجه كويسه. سعرها ما زال زي سعر القديمه 250 دولار، ده مش سعر رخيص، هي حوالي 5000 جنيه وده اغلى من المنافسه شويه حلوين، ولكن ما زال سعرها هو هو، والفيتشرز قدمها من اجمل السماعات اللي انت ممكن تشتريها في حياتك. ده كان فيديو النهارده، كمان ساعات هينزل فيديو عن الايفونات تفصيلي كبير مليان تفاصيل، فاتاكد انك تشترك في القناه. مشكلكش الفيديو ده، شوفكم في الفيديو.